نقرب من صورة بشكل أكبر، نروح لزميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي واللي كان متواجد في مران الفريق النهاردة صباحا، ونطمن منه على كل جديد يخص الفريق. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي أمير، وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي. أهلا بك يا كريم، طمنا على استعدادات الفريق لمواجهة يوم الجمعة الهام أمام الهلال بإذن الله، اتفضل. يمكن طبعا باكد لك امير المباراه الاخيره مباراه بني سويف كان ليها يمكن طبع كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني من حيث الاداء ومن حيث الخروج كمان من الاجواء الخاصه مباراه النجم الساحلي. كان في شغل كبير جدا بيبذل من الجهاز الفني للنظره للظلم التحكيمي الكبير اللي اتعرض ليه للنادي الاهلي. انت عارف امير طبعا بتبقى ليها تاثير على اللاعبين بشكل كبير، اللعيب برضه بيبقى في دماغه الامور اللي حصلت، بيفكر في المباراه مباراه العوده. لكن كعاده كبار النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي كل مباراه بيكون ليها تركيزها، كل مباراه وكل مرحله ليها اهداف معينه. مباراه الكاس مختلفه بشكل كبير جدا عن اي مباراه اخرى. مباراه الهلال اللي قادمه ليها استعدادات قويه للاعبي النادي الاهلي. النهارده كان التدريب ب 11 صباحا، يعني نقدر نقول مباراه الامس كانت متاخر شويه 11 صباحا. النهارده ممكن ناس تسال تقول التدريب ليه صباحا، يعني الراجل مستر فايلر بيحاول ان هو يدي مساحه كبيره للاعبين ان هو يلتقط الانفاس، لان تقريبا بيكون الساعه 4 عصرا، يعني نقدر نقول بلغه اليوم كده اليوم بيضيع بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. فالنهارده كان التدريب 11 صباحا، كانت محاضره في البدايه لحضور الجهاز الفني بالكامل، حديث مستر فايلر وكابتن سيد عن اهميه مباراه الهلال. وصلنا بالفعل ل 15000 مشجع، ودي حاجه رائعه ومميزه جدا. يعني جمهورنا ان شاء الله باذن الله كالعاده في المباراه وكل مباريات البطوله الافريقيه بيبقى ليه تاثير كبير. كنا بنطمع ان يكون اكثر من 5000 بالفعل. يمكن مجلس اداره النادي الاهلي بدل شغل بدل مجهود كبير جدا ان يصل الامر ل 15000، وان شاء الله بنطمع كمان ان يكون العدد في زياده خلال المباريات القادمه. بعد المحاضره مباشره النهارده طبعا تدريب الخفيف بالنسبه للاساسيين، تدريب استشفائي خفيف، يعني نقدر نقول 25 دقيقه كان فيها جري خفيف ريكفري بسيط جدا للاعبين، لكن جرعه تدريبيه امير كامله لكل اللاعبين اللي ما شاركتش او شاركت بجزء بسيط في مباراه بني سويف. النهارده يمكن مستر فايلر ركز على الاخطاء بشكل كبير، ركز على التمركزات، التخطيطات العكسيه، وقف المران اكثر من مره لان في شغل كبير بذل النهارده في خط الدفاع بالتحديد. يعني الراجل النهارده حاول ان هو يكون في بعض التعليمات التخطيطات العكسيه باكد عليها لناكد عليها، واتكلم كمان معاهم على هدف النجم الساحلي، اتكلم مع هاني بالتحديد، كان لازم هاني تضم شويه ناحيه اليمين، وده اللي احنا كنا بنسمعه عن طريق طبعا دكتور عمرو محب المترجم الخاص بمستر انيه فايلر. لكن بعد التدريب الشيء اللي عايزين نطمن عليه كل الجمهور النادي الاهلي هو رمضان صبحي ومحمد هاني. كويس. رمضان صبحي طبعا عدم مشاركته في مباراه بني سويف، ومحمد هاني اللي اشتكى من اجهاد بسيط النهارده شارك في امير في الجرعه التدريبيه كامله. تدريب النهارده كان ساعه و10 دقائق، شاركوا في كل الفقرات الشوتنج، العرضيات، التصويب على المرمى، واختتم كمان مستر ريني فايلر ببعض الكرات الثابته من اطراف، يعني من ناحيه الشمال، ناحيه اليمين، من المنتصف، وامور عديده جدا النهارده كانت فيها جمل تكتيكيه كمان. النهارده حاول بشكل كبير مستر ريني فايلر ان هو مع قراءته لمباراه الهلال الاخيره ومع المباراه الاخيره اللي هو قدر ان هو يجمعها طبعا عن طريق محلل الاداء شعيب، حاول النهارده ان هو يوصل اللاعبين نظريا وفي الملعب كمان تطبيقه للثغرات الخاصه بنادي الهلال، التمركزات بالنسبه لخط الهجوم وخط الدفاع. ان شاء الله يعني امير باذن الله يعني عندنا امل كبير في المباراه القادمه ان النادي الاهلي يحصل على اول 3 نقاط بالنسبه لهذه البطوله، وجمهورنا بناكد عليه من خلالك يا امير ان شاء الله باذن الله يكون الدافع الكبير لفريق النادي الاهلي وان يصعد النادي الاهلي تدريجيا من دور المجموعات باذن الله. الكل جاهز يا كريم في التدريبات باستثناء المصابين اللي هو علي معلول وايقاف طبعا ايمن اشرف مش هيكون موجود في المباراه الجايه، لكن فيما عدا ذلك كله جاهز باذن الله. باكد لك يعني طبعا خساره لايمن اشرف ان هو مش يكون متواجد، وعلي معلول ايضا كمان اللي بيأدي التدريبات علي معلول، يعني نقدر نقول 10 ايام الحمد لله يمكن تأثرت منه بشكل شخصي قبل ما نعود الى هنا. قال الحمد لله ما طقتش الضمه، يعني ما طرقعتش طبعا. عارف ان الضمه طبعا بتاخد وقت كبير جدا، لكن قال نغزه بسيطه جدا وعلى طول، يعني الجهاز الطبي للنادي الاهلي بيتعامل معاه بكل جديه. 10 ايام ان شاء الله باذن الله ويعود من جديد علي معلول. الكل جاهز يا امير الحمد لله. يعني محمد هاني كمان اللي كنا قلقانين النهارده ان هو ما يشاركش في التدريب للاجهاد، لا يشارك النهارده في الجرعه التدريبيه كامله، يعني ربنا يكرم ان شاء الله. وبكره تدريب الساعه 4 عصرا ومنها معسكر مغلق لفريق النادي الاهلي، التدريب يعدي على خير ان شاء الله بدون اي اجهاد وبدون اي اصابات ان شاء الله. يعني الله باذن الله. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي واللي قال لنا